هلا يعني كنا عم نحضر هيك مشاهد من مسلسل الغريب، شخصية طارق بما انك شاركت بالكتابة انت اخترتها، حسيتها بتلامسك بشي ولا انعرض عليك الدور ووافقت عليه لانه حسيت انه فيك تأديه بشكل صح؟ يعني شوفي، خليني احكي عن شخصية. اول شيء، لا، مو انا اللي اخترتها اكيد. بس شخصية طارق على الورق هي اكثر شيء كان مقرب مني. شخصية طارق وقت اللي انعرضت علي الحقيقة انبسطت. يعني شخصية صعبة، يعني طارق، نحن وقت اللي بنمثل بندرس تاريخ الشخصية. طارق اليوم بيتفاجئوا العالم انه حركات ايديه ليه هيك؟ ليه عم يطلع هيك؟ ليه بيحكي بهي النبرة؟ طارق تاريخ الشخصية حدا يتيم، حدا محروم، وعنده أختين بنات. عنده أختين بنات، هو عم يعيش بمورد مادي يعني من أخته، لا طارق بيتقبله ولا المجتمع بيتقبله. وفوق هالشي هو نوعا ما بيعرف. أول شيء ببلش يتعرف لحتى تكتمل الصورة بباله. ففي شيء تصاعدي. تاريخ الشخصية عنده هو حدا مكبل، حدا بده ينطفد ما هو قدران ينطفد. يعني حتى علاقته مع 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 أخته الصغير اللي بده يسيرها مشان ما تمشي بمنهج اخر، ومشيت منهج اخر كانت شراره. علاقته مع 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 يارا، هي البنت اللي طارق متكئ ما بيقدر يخذلها، وفي بنت تانية كمان بدها تورطه لطارق، كمان كتله متناقضات رهيبه كان طارق. فالحل كان انه نحن نشوف تاريخ هي الشخصيه ونبني من الماضي ما يقال معالم للشخصيه، لنشوف هي الشخصيه شلون بتحكي، شلون بتضحك، شلون بتطلع. قام لقينا انه الافضل انه طارق نعمله نوعا ما مكبل لحتى تكون الانتفاضه تبعه اخر شيء مقبوله عند المشاهد. عرفتي نعم. شو؟ على يمكن بتحس انه هلا صار في الممثل الشاب انه هو يختار الدور الملائم له والانسب له. يعني نحن وصلنا بمرحله من مثلا حضرتك موصل لمرحله انه انت فيك تختار هي الشخصيه، مثلا شخصيه طارق اللي انت درست تفاصيلها وتعمقت فيها وعشت الحاله قبل ما تفوت على الدور. قديش مهم هي الحاله وقديش مهم تختار شخصيه تناسب بروحك؟ هلا بعد طارق صار فيني اختار. عرفتي شو؟ لكن نحن يعني في ناس عم تختار، في ناس ما بتقدر تختار. طب ايه احسن، ان المخرج يشوفك بعينه ولا انت اللي تختار؟ لا، انا ما اخترت شخصيه طارق. بس انا بختار اني اشتغل شخصيه طارق ولا ما اشتغل بالمسلسل اساسا. يعني اليوم انت في عندك شباب عندهم ادوات مخيفه، بس ما ظاهره، ما انه مصدر للعالم. شاب يملك ادوات متعوب عليها، مضطر ياخذ 10 15 مشهد بس ليظهر. في ناس عم تشتغل بس مشان لقمه العيش. صحيح. فبالنهايه هذا مو بمحل انه يختار، هذا محل بده يشتغل. قرار. لكن بعد فتره كله راح يختار. اكيد. علاء، طب خلينا نحكي شوي عن الوجوه الشابه. بالفتره الاخيره عم نلاقي في وجوه شابه جديده عم تظهر على الساحه الدراميه وعم تبدع بادوارها، لكن دائما بيكون على السوشيال ميديا في مساحه للنقد، بما انه او المهاجمه خلينا نقول لاي موهبه عم تطلع، بدل ما انه تكون منبر للتشجيع للممثل السوري او اي موهبه سوريه عم تكون. دائما عم بيكون استخدام السوشيال ميديا بمطارح معينه هو شيء خاطئ بدعم مواهب سوريه او دعم ممثل او حتى الانتقاد بشكل ايجابي. يعني ما بعرف الحقيقه شو بدي اعلق على هذا الموضوع بالذات. يعني منابر غير مسؤوله صفت. يعني مو اي واحد بيقدر ينقد بلا رقابه. يعني 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 اللي عم يدرس نقد سنوات مشان يجي يدرس هذا العمل ويشوف توجه العمل ويشوف هي الشخصيه ويشوف منهجيه يعني هذا بيقدر يحكي. وفي امور علاء يمكن ما بيعرفها العالم او المشاهدين، انه في كاميرا، في رهبه مخرج، في رهبه في كمان ظروف. في ظروف معينه. اي طبعا طبعا، ما انا مو هذا اللي عم حاكي. العالم المشاهد اللي عم يشوف انسان طيب، صحيح، لا بيعرف رهبه كاميرا ولا بيعرف كل هدول القصص. مزبوط. لكن انا عم اقول انه الواحد وقت اللي عم ينقد النقد دراسه. صحيح. اليوم اللي ما لازم ينقد عم ينقد، واللي ما لازم يغني عم يغني، واللي هيك صفت القصص. يعني 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 مخلفات ازمه. هدول ناس فعلا مخلفات ازمه. عندي رفيق لي عم يقول لي افتح على اليوتيوب، عم يسبوني ثلاث حلقات ورا بعض عم يسبوه. قال لي بس شوف لي وين طالع بالحلقه. انا فتحت الحلقات مو طالع. هذا الزلمه عم ينتقده وهو مو طالع، ادوات نقد ما عنده. طيب شلون مو طالع؟ هاي اكتشفنا بعدين انه هدول كلياتهم مكاتب. يعني اليوم طبعاً. اليوم ادمن واحد عم يكون ادمن ل 15 صفحه ب 30 ألف ليره،
بدمر تجربة، بيحاول يدمر تجربة، هو تجربة لا تدمر يعني، عرفتي شو؟ بيسب وبقيم وبيحط وكذا. طيب واهل النقد يعني، انت مين لحتى تصدر رايك؟ ببساطه يعني انت مين لحتى تصدر رايك؟ اليوم في ممثل بيكون رديء، يعني هي تصفايد حسابات، صحيح. رديء ما انه قدران يعمل شيء منيح، فبيلجا لهي الطرق، انه اخي فلان ما بدنا اياه يوصل، فلان ما بدنا اياه يعمل، راح يعمل. يعني هي مباراه بالنهايه، انا واحد عم يشوط الطابه، اللي ما بيقدر يصد الطابه بده يفركش اللاعب، عرفت شو؟ اما الطابه راح تفوت جول، يعني ما حدا رح يقدر يوقف وشها، لكن صحيح. ما حدا بياخذ محل حدا، الاداء دائما هو اكبر دليل كمان على يمكن على النجاح. يعني دائما الممثل لما يكون واثق من نفسه ومن ادائه للشخصيه بشكل صحيح يكون راضي عن نفسه. بس في السوشيال ميديا اليوم لعبت دور كثير سيء بانه صار مباح للنقد او الكومنتات او القصص يعني لمين ما كان، مثل ما ذكرت مو بس الكومنتات، اليوم انت عندك صفحات مباحه، تمام، اعطيني فرنجين لاكتب عن فلان، اشترات ما بصير يعني. يعني انت عم تبيع راي وتشتري راي، بالنهايه انت رايك عم تصدره لمين؟ عم تصدره انت؟ صحيح. مين سمح لك انت اساسا؟ يعني انت مانك مشاهد عم تصدر رايك لاهل عائلتك، انت عم تصدر رايك لمجتمع. في ناس مختصه بهذا الموضوع، يعني في شيء ما مو صح. بالنهايه والله العظيم كل الناس اللي نقدوهم السنه، شباب رفقاتي ولا بنات، قدموا ادوار كثير منيحه. صحيح. وكل واحد السنه توجه له نقد بهي الطريقه او بهي النوعيه الرخيصه، انا بقول له ان شاء الله الف مبروك، انت عم توصل، لو ما عم توصل ما كان حدا اساسا اساء لك. نعم. علاء، بنرجع لعام 2014 من بداياتك، يمكن دخلت الدراما بالاعمال بالبيئه الشاميه، واليوم شفنا تجربتك بالستايل الاجتماعي، خلينا نحكي يمكن قديش هيك بتعني لك التجربه بالبيئه الشاميه او هيك، والاجتماعيه ايضا، اي فضلت اكثر واي الاقرب وحبيت اكثر لك؟ والله يعني هي القصة مو أيو فضلت، يعني مثل ما يعني حكيت قبل شوي، في عالم مثلا بتستصعب الشغل بالبيئة الشامية مثلا، طبعا بس نحن ما بدنا نعالجها هيك. يعني القصص تتعالج بالأدوات. أنت واحد اثنين ثلاثة، عندي هي الشخصية، بدي أشوف هي الشخصية مع مين عايشة، شو المجتمع اللي حواليها، شو تاريخ الشخصية، شو تكوينها الاجتماعي، شلون تربت، إن كان مودرن وإن كان شامي. في أدوار شامية أحلى من أدوار مودرن، وفي أدوار مودرن اجتماعية أحلى من أدوار شامية. الدور هو الحلو مو البيئة هي الحلوة. البيئة شو ما كانت عم يتقبلها الجمهور، الجمهور بده يتفرج على الشامي، بده يتفرج على تاريخي، بده يتفرج على كل شيء، عرفتي شو؟ بس أنا الأقرب إلي هي الشخصية اللي أنا فعلا بعرف تاريخها تمام لحتى أكون محيط فيها. طالما احط بالشخصيه صار عندي معلمه، اعطيت الادوات. يعني اعترافك المبطن انه طارق هي الاحلى لحد الان من الشخصيات الاقرب الى علاء؟ والله طارق حلو، ونبتدي من الحكايه كمان. انا تهيئني هنيك، يعني تهيئني هنيك دور ظريف، وبجو مع الاستاذ سيف سبيعي جو فعلا ملائم انك انت تعطي شيء من جواتك. يعني الاستاذ سيف بيتعب على تفاصيل انت ما بتعرف انه هو عم يتعب عليها، بتلاقي حالك طلع شيء من جواتك، بتتفاجأ بعدين انه والله منيح، عرفتي شو؟ فالحمد لله. بس طارق ولبيب نبتدي من الحكايه، وبالغريب كانوا اهم شيء انا ساويته، المقربين او المحببين لقلبك اكثر. اكيد. علاء، خلينا نحكي بعد الغريب، هلا عرضت عليك ادوار ثانيه، عم تحضر لشيء جديد؟ بلشت بافكار حتى بانك شاركت بالكتابه انه تعمل مشروعك الخاص، في افكار عم تكتبها؟ والله هلا انا انتهيت من عمل بسميه بيئه دمشقيه، ما بسميه بيئه شاميه. كتابتك هذا انتهيت منه. هذا العمل بيحكي عن الشام ما بين 1920 و1925، بنبلش من قصيده نجيب الريس بسجن ارواد، من يا ظلام السجن يخيم، لعام 1924 1925، نمشي بصيروره بنمر على كافه الاحداث اللي مرت، وصولا لجماعات الشاغورية بقيادة حسن الخراط، والهجوم على قصر العظم. كان آمن مندوب السامي ساراي أحرق 600 بيت دمشقي، دك دمشق بالمدفعية. فمسلسل يحمل الانتفاضة النسائية، في ناس بدها تعمل اتحاد عام نسائي، في ناس بدها تعمل مثل نازك العابد. يعني عاطي صورة المرأة السورية بشكل صحيح. لأنه نحن ما يعني صلنا عمر ما شفناها. صحيح. يعني حرام
يعني نحن المرأة السورية ما أنا مكبلة مثل ما عم تطلع، يعني المرأة السورية هي حدا المتعلم المثقف عم تتعلم، كان في مدارس، والرجل السوري ما هو الرجل العصابي اللي طلع، اللي طلع في رجل دمشقي توجه للعالم تصدر العالم انه هو رجل عصابي، لا ما هو رجل عصابي، هو كان متعلم وكان يفهم وكان في تحرر وكان. طب ليش عم نصدر المجتمع دمشقي بهي الصوره؟ ما بعرف. فعم نحاول انه نورجيهم انه هذا يعني من وجهه نظر ثانيه، هي الشام من وجهه نظركم وهي دمشق من وجهه نظرنا. يعني مثل هيك عمل ومثل هيك ابداع لشاب سوري قديش بحاجه للدعم، قديش بحاجه لشركات انتاج انه هي تحتضنه وتحتضن اعماله وتحتضن موهبته، تحتضن دراسته لتاريخ عم يجسده على ورق ايضا. يعني الحقيقة هو بحاجة شاب، بس القصص ما مو صح. يعني اليوم ما بعرف أنا شو الموضوع بالضبط، سوق هيك ماشي ولا هاي المنهجية اللي ماشيين فيها أنا ما بعرف شو هي، بس بالنهاية العمل المنيح بده ياخد حقه. عرفتي شو العمل المنيح الجيد اللي هو بيتوجه لأكبر فئة من العالم اللي هو بيرضي الأنفس اللي عم تفرج عليه، فهذا بده يتشاهد اجباري. بس السوق في عندنا مشكله بالسوق، عرفتي شو؟ انه لا مو هيك بدهم، طب هيك بدهم، طب هذا غلط اللي عم تساوي، ايه بس هذا المطلوب، اوكي هذا المطلوب هذا المطلوب، بس نحن فعلا بحاجه لحدا يقول له تعال وين رايح هات ايدك. يعني المفروض انه الناس اللي يطلع الضوء عليها بقى. أكيد. يعني كتير من الشباب عم يتخرجوا من المعهد أيضا وعم ما عم بيلاقوا كتير فرص عمال، فعم يتجهوا للمسرح. هل حابب تجرب المسرح؟ والله أنا عامل ورشات مسرحية أنا مع الأستاذ كفاح الخوص وما كذا، طبعا يعني أنا جربت طلع على المسرح وجربت هاي الرهبة وجربت الخوف وجربت شو أنت بتتغلب على الذات صحيح. يعني بلحظة بين أنه أنا شو عم بعمل وبلحظة أنت بتلاقي حالك عرفتي شو عم تنطلق. فجربناها وتجربة حلوة، يعني هي أهم أكيد أنا برأيي أهم من تلفزيون. بس اليوم جمهور المسرح ما عاد مثل قبل، الجمهور المسرح مقتصر على فئة مثقفة. لا ولا انا بعرضك الرأي على يعني بهالاسماء يعني هلا المسارح صارت مليانه، يمكن ايه مليانه ولكن جمهور المسرح فيها جمهور، يعني في كثير من المسرحيات نحن بنروح بدنا نحضر ما بنلاقي بطاقه. لا بتلاقي في هو عم كومبلي، حتى مثلا لك والله بعرف هو كومبلي، بس الفئه اللي عم تتفرج عليك هي فئه محدده، انت ما عم تخاطب كل العالم. اما التلفزيون عم يصدرك لكل العالم، شاشه موجوده ببيتك، اي واحد عم يطبخ، اي واحد عم يتفرج، اي واحد عم يعني وانت عم تدرس عم تفرج على التلفزيون. المسرح له فئه ناس فاضيه بدها هي الناس رايحه تغني شغف ثقافي عندها، بدها تروح تتفرج على مسرحيه تشوف العالم شلون فعلا المسرح يا بتمتلكه يا بيمتلكك. فالواحد عم يروح يتفرج عليك، فانت يا بتطلع قدها يا بتطلع لا. التلفزيون لا وبتعيد وبتخربط وبتقيم وبتحط، المسرح تجربه موجهة لعالم فعلا ما بتحتمل تشوفك عم تخربط، تجربة حقيقية. ونحن أكيد يعني مبسوطين بالمواهب اللي عنا ونتمنى أكثر إنه مثل ما قلت يمكن كل الناس تقدر تروح على تحضر مسرح ويكون في دعم نوجه، مثل ما قلنا في دعم للمواهب الشابة، دعم للمسرح السوري وللممثلين والمواهب الشابة السورية. نتشكرك كثير، موفق بخطواتك الجاية. الله يخليك إن شاء الله هيك رمضان اللي جاي نستضيفك وبيكون مسلسلك حاصل على هيك دعم منيح وإنتاج منيح وهيك موهبتك تروح لكل الناس. إن شاء الله شكرا كثير لكم وشكرا لكل اللي عم يشوفنا يا رب. شكرا لك يا علاء وبالتوفيق بكل خطوة عم تقوم فيها. شكرا وسلم كمان على أستاذ رشيد عساف، سلامات له. أكيد.